السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات في التفصيل والخياطة مع أم جمانة. اليوم البنات راح نديرو بدعية ستيل جاي ستيل شباب تاع يبان كي ستيل اون باردا. هاد البدعية نستحق فيها 3 مترات كتان. هاد الكتان اللي تشوفيه 3، انتي والاختيار تاعك تاع الكتان اللي تبغيه. انا جبت الكتان هذا جاي شباب، مهم 3 مترات ب 150 3 مترات. عندي الفيرميتور، عندي هذا الساتان، هذا عندي مترة ساتان، وعندي هذا لي بول هادو جبت في الابيض، باش تبغي في الابيض تبغي في النوار تبغي، انا بغيت غير باش يبان شويه. هذا اللي نسحقه في هذه البدعيه هذه. تفصل البنات راح نفصل لكم على الورقه، لخاطش هذه 3 مترات راح نفصلها لكم على الورقه. شوفوا البنات راح ندير لكم على الورقه باش تفهموا. الكتان هذا اللي عندي راه فيه متره وفيه 3 مترات منا 3 مترات ومنا فيه متره ونص، منها فيه متر ونص. هذه 3 مترات البنات انتيا راح تطويها هكا على زوج كيما هاك كيما تشوفوا، وتعاودوا هاي بعد ما طويتها على زوج تعاودي راح تطويها هاك، راح تطويها كيما هاك. هاي شوفوا كي تجي كيما هاك تطويها، راح تجي لهنا عند هذه هاد الزاويه هذه اللي دايره كي الفرماجه، راح تجي هنا وراح تدي الطول تاع الفوف كيما نقولوا عند البطن تاعك، هنا راح تدي العرض تاع البطن تاعك. انا راح ندير 105 سنتيم، هنايا درت 26 سنتيم، هنا 26 سنتيم منا 26 سنتيم، ومن بعد راح ندي الطول اللي راني باغيته منا. منا انا ديت الطول 80 سنتيم، 80 سنتيم 80 سنتيم. تيكيرا كيفاش راح ديري لها؟ راح تخدمي كيما هاك، نعطيك مثال، راح تجيك هاكا تخدمي هاك 80 80 80 هاكا 80 هاكا، راح تجيك كيما هاك. هذه هي حنا اش راح نديرو، راح تقلعي هذه، حنا توجور هذه الاولى اللي نسحقوها، هاي راح تعلمي توجور الوسط راح يجي كيما هاك. ها هي وينه هذه اللي تجي من تحت، هذا اللي قلعناه من هذا الكتان، هذا تقلعيه صاي، هذا سحقي نقلعو بجهه. دوك شتقالي نروحو حنايا لهذا الساتان هذا اللي راه عندنا في النوار، هذه راه عندنا متر، شندي منها ندي منها الطول تاعها 20 سنتيم. هذا الساتان اللي عندي ها هو الساتان اللي عندي، انا عندي مترة الساتان اللي شاريه مترة في مترة وسبعين، مترة في مترة وسبعين. شا راح نسحقها؟ راح ندي هذه في المترة وسبعين، راح ندي منا راح ندي 80 سنتيم، راح نقلع 80 سنتيم، عفوا نمشي 80 سنتيم، راح نقلع 20 سنتيم منا لهنا، راح نقلع 20 سنتيم تقلعيها. زيدي تقلي 20 سنتيم وخدوخ، هادي 20 سنتيم اللي قلعناها من الساتان وراح نديروها، راح هذا راح تلصقيه من التحت هاك،
راح يجي لتحت. هذه 70 سم 170 راح تجي منا، تبقى لك شويه مع الشكل عليها وتزيدي 170 وخلي درناها تجي منا، معناتها راح يجيني لتحت كيما هكا. راح تكساتها راح نخدمها لتحتها، وانتي ولا حساب الطول تاعك اللي عندك منا. انا ديت الطول تاعي، كل واحد وكيفاش الطول اللي يبغى يديره. الا كان راكي طويله بزاف نجمي ديري 30 سنتيم في هذه، ولا تزيدي في هذه، وهذه ديري على حساب ما تبغي. اللي ما تبغيش ساتام لتحتها ولا حاجه طروسبار ولا تكمليها كاع كتان. هذه رانا كملناها من تحت، ومن بعد تقلعي من الكتان هذا على حساب بي تخدمي هكا حوالي 3 سنتيم، ولا تقليها طول 3 مترات تكون فيها، خاطش هذا راح يكون عندنا يبقى لنا فيه 3 مترات. هذيك راح انت تدوريها في البي من تحت. دوك انا كي نكمل لكم كاع نخدمها لكم راح نوريكم بي من تحت تخدميها. صايي بالنسبه لهاد البدعيه كملناها من تحت، دوك باقي لنا الجهه الفوقانيه. دوك الجهه الفوقانيه هذا هو الكتان اللي بقى لي من هذا. هذا انا راح ندي منه الظهر والصدر، معناتها ندي الامام والخلف. الامام والخلف انا عندي 40 سنتيم، 40 سنتيم من الكتف حتى عند كيما نقولوا تحت الابيض، معناتها تحت الصدر عندي متر، عندي عفوا 40 سنتيم. 40 سنتيم راح تفصلي الكتف، الكتف منا راح تطوي كتانك ديجا كتان راه هاك، راح تطويه تدي الكتف، كتف 40 سنتيم من لهنا، 40 سنتيم 40 سنتيم، ومن لهنا من لهنا ثاني راح تدي 40 سنتيم هاك، راح تدي 40 سنتيم ثاني هذا الطول. والعرض منا عندي على حساب الاخر اللي درناه، درنا 26 سنتيم، 26 سنتيم منا. راح تنقصي هكا هذيك الزياده، تخلي هكا كتانك باش باش تعرفي تفصليه. راح تفصلي هنايا دوران الخصر، الخصر على حساب تاني لاطاي اللي تكون عندك هكا، من عند الكتف حتى الخصر. تدي الرقبه تولي منا 1 سنتيم 1 سنتيم كيما هكا كيما كتشوفوا. من بعد البنات الا ما بغيتيهاش من فوقه ديري لها الساتان، ما ديري لهاش تخليها سامبل كيما هكا. ولا بغيتي دير لها الساتان خاطش كاينه اللي ما تبغيش الاخر عريان، كما نقولوا الجهه الفوقانيه تبان لها عريانه، راح تخدمي كيفاش راح ديري. راح تدي منا لهنا 20 سنتيم، منا لهنا 20 سنتيم، وديري الخط كيما هاك، تمقصي هذيك 20 سنتيم كي الامام كي الخلف، او تاني عندك العكس بغيتي تخدميها في الظهر كاع مغطيه وفي الصدر ديري لها الساتا كيما تبغي. انا راح نوريك الطريقه كل واحد وكيفاش باغي يلبسها. هذه هذه انت راح تفصليها في الساتا، هذه الفوقانيه راح تديها العبر تاع الساتا، وهذه تجي من تحت. تفصلي في الساتا كتان اللي بقى لك تاع الساتا راح تفصليه، راح تفصليه هنا في هذه الساتا، راح تفصليه. كي تفصليه تعاودي تلصقيه، تلصقي الامام والخلف. الامامي راح دير تقلعيه في الدوران الرقبه 17 سنتيم، راح يجيك مهود 17 سنتيم، معناتها راح تلصقي كيما هكا امام والخلف. والخلف البنات كي تلصقيها كاع راح تجيه في الوسط هنايا، وتعاودي تحليها، تحليها باش نديرو الفيرميتور. الفيرميتور تجي من هنا حتى لهنا، حتى كي تلصقي في هذه فيرميتور وهذه تلصقيهم مع بعضاهم، وديري هنايا بالبي بهذا الكتان تخدمي شريط تخدميه بي، تاني تدوريه على الرقبه وعلى على الامام وعلى الخلف.
ومن بعد تلصقيهم مع القندوره تاعك، راح يجوا لاصقين كيما هكا، راح تجي لاصقه كيما هكا، راح تجيك لاصقه. ولي مونش راكو تعرفوا قاع تفصلوا لي مونش، لي مونش تاني راح تخدمي لي مونش اما عادي اما انت راح تدخلي فيهم الساعتان، على قلت لكم كل واحد وكيفاش تخدمي لي مونش، تحطي هذاك لي مونش تاعك دوره تاع لي مونش. انا لي مونش راح ندير فيه طول طول تاع لي مونش، انا درت 40 سنتيم 3/4، تجيك هنايا 40 سنتيم منا لهنا 40 سنتيم ومنا لهنا اما تاودي 22 سنتيم على حساب العرض تاعك او 25 سنتيم. ومن بعد كي ديري هذا تفصليه بهذا الكتان، هذا الكتان ماشي بالساتان، ومن بعديها اما تخليه كيما راه بكتان اما تخدمي نص بنص منا ديريه كتان منا ديريه ساتان، اما تاني عندك طريقه واحده اخرى تخدميه هنا في الوسط كما نقولوا، هذا تقطعيه هنا، ها هو المونش يجي كيما هكا. وهنايا في بلاصه هذا الخوا راح ديري تيا ساتان، راح تحطي ساتان تاعك هكا في بلاصه الخوا، راح تحطي ساتان. صاي البنات تكون مفهومه ولا من لهنا ديري ساتان، كل وحده وكيفاش تبغي الساتان وين ديرها. كاينه قلت لكم اللي تبغي حاجه مغطيه، كاينه تبغيها شويه تكون فيها فينا، كاينه كل وحده وكيفاش تبغي. نورمالمون راني كملت لكم هاد الفصاله، وتاني تقلعي شريط، تقلعي حوالي واحد تكون نقول لكم شحال نص سنتيم، تقلعي حوالي 4 سنتيم 5 سنتيم، تقلعيها 5 سنتيم عرض وطول 20 40 سنتيم على حساب هذه الصدر اللي درناها الامام والخلف 40 سنتيم عندي منها، راح تقلعي هكا راه 5 سنتيم على 40 سنتيم، تخدمي لها كيما نقولوا تعطفيها ولا كشوفي كيفاش ديري لها هكا، وتخدميها في الوسط كشغل راه تخدميها كي سيغرافاطا ولا ستيل هكا في الوسط، كشغل تبان كي قمجة تبان كل واحد وانتو الاختيار تاعك. انا راني نعطيك غير ابيبري كيفاش باغي نخدم انايا هاد البدعيه تاعي، دوك انا كي نخدمها لكم راح نوريكم النتيجه النهائيه، انا غير باش ما نطولش عليكم فيديو خاطرش في الكتان راح نطول بزاف، بصح مين دا فصلتها لكم على الورقه ان شاء الله تكون مفهومه. كيف فصلتها لكم على الورقه دوك كي نوريكم الخياطه ونوريكم كيفاش جات راح تفهموا. هذا انا اللي راح نلصق فيه هذوك لي بول، هذوك لي بول اللي راح نلصقهم يجي في الوسط، معناتها في وسط هذا، ها هي وينه، ها هو الامام، امام كيما هاك، هذا هو الامام، وهذه اللي راح نخدمها، هذا هو الشريط اللي راح نخدمه، راح يجينا هاك في الوسط. هنا راح نخدم لي بول، نزوقهم لي بول. وتاني في لي مونش هنايا هذيك البياسه اللي تحطيها اما ديريها كما قلت لك ساتان او كتان، تاني تزوقيها شويه ليبول غير باش شويه تاتوري مع الامام. دوك البنات دوك نخيطها ونوريكم النتيجه النهائيه ان شاء الله. البنات شوفوا راني خدمتها، قلت قبل ما نبلعها كاع من جهتين نوريكم كيفاش خدمتها، نوريكم الطريقه. انا وريتكم على الورقه وما وريتكمش على الماكينه باش ما نديكمش الوقت بزاف، خاطر على الماكينه قلت بالك ما تفهموش. ها هما هاد البياسات اللي درتهم بهاد لاموسلين، ها هي وينه لاموسلين، درتها على زوج ما درتهاش على ورقه واحده باش ما تبانش ما يبانش عريان، كل وحده كيفاش تبغي تنجمي ديريها على ورق كما انا عندي في البدعيه وقت اخرى راح نديرها على ورقه. ها هي الفيرميتور في الظهر حتى لهنا، ها هي الفيرميتور الجهه الاماميه، ها هي وينه، ها هي الرقبه، ها هي هاد تاع اللور والقدام درتها بالكتان، خدمتها كشغل بي ومن بعد تحديها، ها هي خدرتها في، وها هي وينه البياسه هنا درتها تاني
بلا موسلين. ها هي وينه، ودرت هاد ليبول باش تبان. كنت باغي نديرها بكتانها، قلت ما تبانش، اللهم نديرها بلا موسلين باش تبان مليحه، باش النواغ شويه يبان عليها. هذه بالنسبه الجهه الفوقانيه تاع الصدر والظهر. بالنسبه لي موش، ها هما لي موش، شوفوا لي موش كي خدمتهم. شوفوا البنات، ها لي موش، تبعوا مليح، ها لي موش، هادو هما لي موش، شوفوا كي خدمتهم. درت منا ومنا كتان، منا ومنا كتان، ومنا في الوسط لا موسلين. شوفوا كي خدمتها لا موسلين، خدمتها هاك، راحت هاك. ومنا درت كتان وحده ثاني، ودرت هادو شويه لي بول غير هنا في الوسط، كما كتشوفوا. وبالنسبه للجهه التحتانيه، ها هي وينه ثاني راني خدمتها. دوك انا كلشي خدمته مع عليا دركا غير البلاصي، كلشي لصقه مع بعض. ها هي وينه البنات، شوفوا شوفوا كي جات. ها هي الجهه التحتانيه، ها هي التحتانيه اللي لصقت فيها لا موسلين. ها هي وينه، درت له ثاني من تحتها هاد الشريط تاع بي بالكتان نتاعه. ها وينا، شوفوا كي جا. هادي راح نبلاصيها كاع. دوك قلت لكم عليا غير نلصق، تعلمي الوسط وتلصقي. ها هي وينا، تلصقي هكا هكا، تزيدي لي مونش نتاعك هكا. هالي موش دوك نلصقها كاع ونوريكم النتيجه النهائيه في الماكه. هي في الماكه ما تبانش، من انا عندي ماكه نوار، هي نورمالمون كان جات ماكه كاع هذيك بوبيه كاع كامله تبان شابه، ولو كنت لبسيها ثاني تبان شابه. صافي معليش، انا المهم وريتكم كاع الطريقه كيفاش فصلتها وكيفاش خيطتها. هاني وريتكم كاع قبل ما نبلعها، وريتهاكم كيفاش راني مخيطتها. دوك ما عليا غير نبلعها منا، نلصق هالجهه الفوقانيه مع التحتانيه، ونلصق لي موش، ومن بعد عاد نبلع كاع من الجوايه. شوفوا البنات النتيجه النهائيه جات روعه، ومن بعد شابه بزاف، ما ملبستها هايله. شوفوا لي موش، لي موش هنايا درت هذا غير على ورقه، الموسلين درتها غير على ورقة كما نقولوا على جهة واحدة، ومنها كما قلت لكم على زوج جات في تحت عريضة بزاف، فيها 3 مترات عرض، جات شابة بزاف. هذه هي البدعية ستيل شباب تاع العيد. شوفوا البنات امام الجهه الخلفيه، شوفوا الفيرميتور، ان شاء الله تلبسوها بالصحه والهنا، وان شاء الله العيد يدخل عليكم بالهنا ان شاء الله، ويروح علينا هذا المرض ان شاء الله يا ربي. دوك ما عليا غير نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.